وديع هون؟ ايه طبعا هون، اكيد هون، رح نادي لك يا تفضل تفضل. استنى هون معلش. على اذنك يا وديع. وديع يا ابني، يا وديع، وديع يا ماما. يا وديع وينك؟ يو ليش هيك قاعد لك امي؟ شوفي بس امي، ليلو ليلو ماني هون، ماني هون. يو ماني هون. ليش هيك خايف؟ شو بك؟ خلص امي عم اقول لك صرفي، ماني هون، ما بدي اشوف حدا. لك لا يكون عامل شي عملي وما قايل لي. لك امي حبيبي تقبرني ان شاء الله، انا امك بساعدك. احكي لي شوفي، الاستاذ صافي انسان طيب وبيحبك كثير. خلص خلص امي، صرفي صرفي صرفي، خلص روح. طيب طيب طيب. كنت مفكرته بغرفته يا استاذ، بس الظاهر راح وبدون ما يقول لي، يعني راح وما بعرف ايمتى بيرجع. مرحبا نادين. ماهر شو جابك لهون؟ يعني انا قلت ما عاد تردي على اتصالاتي، فانشغل بالي، خفت تكوني مزعوجه مني او مسبب لك شي مشكله من غير قصدي. يعني اكثر من هديك المشكله. ماهر اذا سمحت لهون بقى تجي، هذا مكان شغل. طيب وين رح اشوفك؟ مين قال لك اني انا اصلا بدي اشوفك؟ ماهر لو سمحت اعمل معروف، ملاحقتك لإلي عم تسبب لي مشاكل، لا تحرجني. يعني خلاص لا اله الا الله، شو عم بحكي من الصبح؟ طيب ماشي خلص، أنا بعتذر وبوعدك ما عاد أعمل لك مشاكل. وأنا بتشكرك. باي. مع السلامة. باي. يا حرام بزح. من اليوم وطالع لازم نحط اعلان على الباب نكتب فيه ممنوع الدخول لمن ليس له موعد مسبق، لانه مو معقول المكتب يضل مفتوح للي له شغل واللي ما له، صح ولا لا حموده؟ خير حموده؟ والله ما بعرف، بدك تسالي الاستاذ كريم، هو ادرى بمكتبه. خلص الدوام. معقولة ما يكون انتبه انه ماهر كان هون؟ بعدين ليش كأنه عم يقلاني؟ ليش تسرعتي يا كندا؟ ما كان لازم نسأل الأستاذ مطر بالأول؟ على أي أساس؟ لأنه دكتور يعني؟ لا ما أنه دكتور، بس الواجب أنه نسأله. الواجب؟ لولا ما كنا منكون لهلأ بيركين بأحسن مستشفى، ولولا هو مهتم لأمرك ما كان عمل معنا هيك. لأمري؟ لكان لأمري أنا؟ إيش اللي جابره يدفع كل هالمصاريف لولا مهتم فيكي؟ دين عميم، دين. وشلون بدنا نوفي هالدين؟ في غير نبيع بيت حلب؟ ما رح نبيع شي، أنا رح أشتغل وأوفي الدين. بعدين بقدر أعرف ليش الأستاذ مطر ما أجا شاف أبوكي بالمستشفى هون بالشام؟ شو بعرفني؟ أنا بعرف. تعرفي؟ عظيم. أكيد أخذ على خاطره. يا ستي أخذ على خاطره. ما سألتيني من إيش؟ من إيش؟ منك. مني؟ غشمي حالك غشمي حالك، مفتكرة ماني عرفانتك إنه لسه عم تشوفي الرسام؟ الرسام؟ يلي هو إشلون ما بدك يا يزعل؟ عم يضوي لك أصابيعه العشرة شمع وإنتي مالك عرفاني وين صالحك وعم ترفسي كأنه حدا عميلك على قلبك. عميم ما بصير نزعج بابا أكتر من هيك، أنا رح أطلع، لازم يرتاح شوي. ايه دخني دخني، اصلا هذا اللي انتي شاطرة فيه، طالعة بكل شي لأمك حتى بالدخان.
الو، ممكن خط؟ الو، اهلا وسهلا بالست عفاف. يا اهلا وسهلا، طمنيني عن السيد عمر. لا بكره العمليه يا ستي، ان شاء الله بقوم بالسلامه. والله خجلان منك، والله الحق معك، انا مقصر شوي بس فعلا هالفتره كنت مشغول كثير. خلص خلص بامرك انا، ان شاء الله اليوم المساء بمر، بس اماني تبلغي تحياتي للسيد عمر وللانسة كندا طبعا. والله بعرف، والله بعرف، وانتو كمان يعلم الله قديش كون غاليين. طيب يا ستي، على راسي، على راسي ان شاء الله، ان شاء الله. لا اكيد ان شاء الله، لا ولو هذا واجب. الله يسلمي، الله معي، مع السلامة. اخيرا اتصلتوا تطمنوا على الغالي. هذا المشهد صعب، لقيت له طريقة اخراجية رائعة. شو بالاول عامة وبالاخير عامة وشوية كلوزات وشوية ميديامات، شو رأيك؟ بصير، بس دخوله انت بدك تاخذه؟ بتدخل هي على الكادر. تفضل استاذ. ايه مثل ما بدك. تفضل يا سيدي. يسلموا يا حدو، الله يعطيك العافية. تفضل. يسلم يا حدو. ليك. شو بدي احفظ هلا؟ انسى مشهد رقم 8. مو طويل على الحفظ هذا استاذ؟ بالعكس، انت خذي رؤوس اقلام وتصرفي، ما في مشكله. يعني احفظ بما معناه. ايه هيك شيء. استاذ انس حنان جاهزه، تفضلي مدام ليلى. احفظه لبين ما نبدا. اوكي لينا؟ اوكي استاذ. راسك لورا شوي مدام. كتري لي مكياج وغمقي لي الفون قد ما فيكي، وخي حطي لي من هاي الحمضة تكرمي، واخفي لي هاي البقعة الزرقاء اللي تحت عيني. الاساس شو كنت قال لازم تبين انت هلا شو بدك اخفيها؟ واذا حكى شي منرجع منرجع. تكرمي. معقول كل هالقد المشهد بيضحك انسي حنان؟ بموت من الضحك. مع اني لما قريته ما ضحكت. من شو ضحكتي انتي؟ من بياخته، من ظرافته. صارت تعرف تقيم كمان، مع انه مشهد ما فيه شيء. المهم ما يكون في ضرب لان انا بدي اتعذب. عندك شيء بعد التصوير؟ يلا تعالى خدي حلي التمارين لشوف. حلي انت بليز رانيا. إذا أنا حليتهم ما رح تستفيدي شي أبداً، وبهالحالة ما رح أعرف إذا كنتي فهماني ولا لا. بس أنا فهمانة. يلا حبيبتي يلا، هلأ أمك بتزعل مني. شو دخلك؟ لأنها مأمنتني فيكي، لذلك واجبي فهمك لحتى تتحسني بالمدرسة. بس أنا منيحة. لحتى تصيري أحسن. أنا أحسن وحدة بالمدرسة. تعال حلي التمارين، الوقت عم يروح على الفاضي. بيروح. بلا لأمك ها؟ قولي لها. عم تعذبك تالا شي؟ لا. تالا شطورة كتير، وهلأ رح تحل التمارين لحالة، مو هيك تالا؟ بلا. برافو ماما، هيك بدي اياكي. يلا تفضلي حليهم لشوف. تالا وين رايحة؟ شوف من اجا جوز بابا. تعالوا حبيبي، اشتقت لك كثير. وينك انت؟ كثير اشتقت لك. تسلمي لي ان شاء الله حبيبي. يلا 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 روحي على دروسك. يلا بدي اشوف ماما، كثير اشتقت. بس تخلصي دروسك قعدي مقعد ما بدك. بكير يا حرة تانية، كثير اشتقت له. والله معك حق حبيبي، انا اسف. مدام ممكن لحظة؟ خير رانيا؟
مدام هاي الألف ليرة لقيتها بشنطاي التالة، قصدي وقعت منها بالغلط. ميرسي كتير على أمانتك. ماما كم مرة قلت لك بتحطي خرجيتك بجيب الشنطاي إلى سحاب؟ أوكي مامي. أوكي، يعني لو ما شافت رانيا هلا كان ضاعت. ميرسي رانيا. طمنيني كيف تالا معك؟ منيحة. مهنة التدريس مهنة شاقة ما هيك؟ أنا بحبها كتير. عادي رانيا ليش واقفة؟ سمير تالا لسه ما خلصت دروسها. بالله ايه عفوا. بالإذن يلا تالا. يلا جاف مع بابا. بابي حبيبي أنا مالي رايح، بس أنت خلصي دروسك بسرعة. ايه يلا. يلا يلا ماما يلا. هلا جوزي انا بده يتجوز وحده مثلك. وليش لا بقى؟ لاني لفايه؟ شو بالظاهر حضرتك مانك شايفه فيلم افواه وارانب؟ حلوه حلوه هي افواه وارانب حلوه. استاذ بس هي مانا موجوده بالنص، شو بدي رد عليها؟ اي هذا اسمه ارتجال، ارتجلي. منيحه منيحه منيحه، منكمل من بعد افواه وارانب. يلا خمسه اربعه ثلاثه اثنين. افواه وارانب، ولا انت حاطه عينك على الارانب اللي عند جوزي بالبنك وحابه تكوشي عليهم؟ حلوه حلوه حلوه، عطيه حنان عطيه عطيه. استاذ مو دائما الافيه بتحبك، وانا بفضل ان نرجع للنص احسن ما الكاتب يزعل. ماشي ماشي، خلونا هلا نعمل بريق غدا وبعدين بنكمل هذا المسلسل. بده يطلع نفسي نفسي. صفوا شباب، انطلاقتك رح تكون على ايدي. جهزي لي حالك لمسلسل ثاني، مسلسل بياخذ عقل. تفضلي تفضلي. معلش استاذ باكل مع الشباب. لا لا ما بصير، عيب شاني بيحكوا علي الزملاء. تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا. عرفتي كيف بيصيروا نجوم؟ دور من الجلده للجلده، راح يغاروا منك كل الممثلات. ان شاء الله استاذ ان شاء الله. لك يا اهلا وسهلا. اوام اكل. يلا استاذ يلا يلا بسرعه بسرعه. تفضلي. يا استاذ معديات يلا بسرعه. جيب لنا مي كولا ما هيك؟ اي كولا. هدو بصل بصل. تفضلي. شكرا. صحة وهنا. في شيء ثاني؟ سلامتك. بصل؟ أنا ما بتنبلع معي اللقمة إلا إذا أكلت معها بصل. أنت متأكدة إنه كريم ما انتبه للشيء؟ أبدا أبدا، وهذا اللي مخليني مستغربة. انتي طلبتي منه اذن قبل ما تسافري لعند اهلك؟ طبعا. ليكون تاخرتي عليه؟ مو لدرجه انه الشغل يتكركب او يوقف، بعدين انا محضره كل شيء قبل ما اروح. بس لحتى كريم ياخذ منك مفاتيح المكتب معناتها منتبه على شيء بدون ما تشعري. حتى حموده متغير معي. كيف يعني متغير؟ يعني يلي بيشوفه كيف هجم على ماهر بالحاره لما شافني معه ما بيصدق أبداً إنه هذا نفسه حمودة يلي عم يعاملني معاملة المستخدم للمتدربة. على كل حال يفضل بهالفترة إنه تنتهي منيح يا نادي، والأفضل إنه ما نتصل ببعض ولا نشوف بعض لبين ما أعرف أنا شو اللي صاير. يعني يعني رح تحرمني كمان من اني اشوفك او احكي معك؟ الحذر واجب والتضحية مطلوبة. ليش ما يكون في سبب تاني متعلق بنادين بشكل شخصي؟ وحدة مثل هالبنت عندها كل هالشراهة للمصاري ممكن ترتكب حماقات صغيرة إلها علاقة بمصاريف المكتب مثلا. ممكن يكون حمودة حاب يقتص منها فكشف أمرها عند كريم. كل شيء وارد حتى الاحتمال الأول. ليش لا؟ ممكن جدا أن يكون في حدا شافها معي وخبر كريم. رح افترض انه هذا حصل فعلا ورح اتصرف على هذا الاساس. هلا
حابه تكون معي وقت العمليه. خايفه اكون لحالي. يا ريت كندا، بس انت ادرى بوضع. معقول ما تنجح العمليه؟ ان شاء الله بتنجح، ان شاء الله. بايدي وقعت على الموافقه. يعني لا سمح الله اذا صار له شيء بكون بايدي انا اللي اخذ. كندا كندا، لو ما كانت العمليه ضروريه الدكتور ما كان بيعملها، وموافقتك كانت بمحلها لانك حابه تساعدي بابا. شو اللي جابه هلا؟ ولو صديق العائلة. مرحبا يا جماعة. علي مطر. كيفك صافي؟ شو كنت عم تتصلت فيه أبداني ضروري؟ انشغل بالي على عم عمر. يمكن لأنه العملية بكرة. مشان العملية؟ طيب أنا طالع لعنده، بتطلعي معي؟ تفضل أستاذ مطر، أنا بدي أعرف شو مع صافي. طيب ماشي، سلام. شو بده؟ شو بده؟ صافي. بكره اخر موعد لشحن اللوحات، اوعك تنسى. ها طول بالك صافي، لا تخلي يضايقك. على كل حال كندا، اذا بنقصك اي شيء بالعمليه ما بتطلبي غير مني، لا ترددي. اي طبعا طبعا اكيد. ما بدك تحتاجي حدا غيري، مفهوم كندا؟ مفهوم صافي. صدقني اذا بدي احتاج اي شيء بدي اطلب منك ما رح اتردد، بس لحد هلا الامور منيحه. عظيم، بس انا مسؤول عنك. أنا مسؤول عنك. أكيد حبيبي، أنت مسؤول عني، وما حدا بالدنيا مسؤول عني غيرك، اطمن. وحياتك يا عمي، بكرة بس تقوم بالسلامة وتطلع من المستشفى، لجوزك أحلى صبية. تعرف يا أستاذ مطر، عمر من يوم فتنا على المستشفى ما ضحك. تخلي بابا ليش واقفي على الباب؟ تعي سلمي على الأستاذ مطر. مرحبا أستاذ مطر. أهلين أهلين يا سكندة. ليش تأخرتي؟ عذرية يا ست عفاف، والله القعدة بالمستشفى بتضايق الخلق، بدي تغير جو، بعدين لا تنسي بكرة قدامها يوم طويل. الله يخلي لي إياها شقد ثابت معي. أنت الله يخلي لي إياك، وإن شاء الله تقوم بالسلامة. لا اطمنوا، إن شاء الله بيقوم بالسلامة وأحسن من أول. الأطباء كلهم أكدوا لي إن العملية هي مضمونة النتائج، عم يساووا منها بالعشرات صاروا. الله يسمع منك يا أستاذ مطر. أنا إذا بدي أعمل العملية وأطيب بس من شأنك يا بنتي، لأنه أملي بالحياة إنه أفرح فيكي وأطمن عليكي، أطمن عليكي بإيدين أمينة قبل ما يصير لي شيء. بعيد الشر عنك، الله يخلي لي إياك يا بابا. أنا بلاك ما بسوى شيء. لما انقطعت أخبار مطر عاهدت نفسي إني ما أرتبط بإنسان ثاني طول ما أنا عايشة. كنت حاسة بالفخر لأني خطيبة البطل والمناضل والشهيد، ما كانش ممكن أي رجل ثاني يحل محله. 20 سنة، 20 سنة ما فارقني دقيقة واحدة، 20 سنة عمال يكبر وتكبر صورته معي. بصراحة أكثر كنت حاسة إني ميتة معه، بس كنت بتنفس. يمكن عشان هيك فقدت الرغبة بإني أضل أزور أهله. ما كنتش قادرة أتصورهم من غير مطر. مرت الأيام سنين وأنا راضية بهذا الوضع، متعودة عليه، منسجمة معه. كنت قاعدة بستمد قوتي واستمراريتي من فكرة إخلاصي لذكرى مطر. بهاي الطريقة بس عملت معنى لوجودي، وغير هيك كان الموت أرحم علي. لما ظهر مطر فجأة وما كانش لا ميت ولا شهيد ولا إشي، وكان عايش حياته بالطول وبالعرض وراجع معبي جيوبه بفلوس وبعرفش كيف، جنيت، زالت على حالي، زالت على عمري اللي ضاع عشان كذبي.
كذبي صدقتها وكبرتها وعشت معاها. حسيت قديش انا هبله، كرهته، حقدت عليه، تمنيت لو اني اقتله بالفعل بس ما قدرتش. عشان هيك قررتي تنتقمي منه باخوه فاضل؟ لا مش هيك، بس فاضل رجعني 20 سنة لورا، خلاني اشوف مطر اللي حبيته قبل 20 سنة، مطر الفقير المثقف الثائر المتمرد الشاعر. يمكن عشان هيك تمسكت فيه، حسيت بحالي بتوازن، لانه فاضل من ريحة مطر اللي عايش بذكرياتي. بس مش هذا هو الحل يا خالد؟ عارفة عارفة، بس في حل. ايش هو؟ لازم تقتلي مطر اللي بداخلك عشان تتخلصي من مطر اللي رجع، لانه مطر اليوم غير مطر امبارح. هذا الانسان مختلف كثير عن الانسان اللي انت قضيتي كل عمرك وانت بتخلصي الذكرى. وانا وعمري وحقي؟ ما حدش بياخذ حقه من شخص ميت. أنا اللي بتحمل مسؤولية، أنا اللي بتحمل مسؤولية. لازم أحكي للحقيقة من زمان. المسكينة مفكرة مطر هداك أحسن من مطرها. ما كنت متوقع إنه رح يرجع وبقناها جديد. إيش اللي رجعك يا مطر؟ إيش؟ شو اللي ناوي تعمله بعد؟ الحمد لله على السلامة يا عبدو. الله يسلمك اختي رجاء. قديه لي موصيتك على الاغراض، ليش تاخرت اللي فيهم؟ معك حق، لا تاخذيني، بس ليكيني جبت الاغراض. تفضل. لولو؟ عم استناك بابا، لا تأخر علي، وعدني. أنا متوكل على الله يا بنتي، وبتمنى أقدر أوفي بوعدي. يا رب تقوم بالسلامة يا أخوي، ما قلنا غيرك. شو بكون يا جماعة كأنكم عم تودوا، طولوا بالكم، إن شاء الله بكرة بيطلع من المستشفى بخير وسلامة وبجوزه. شو رأيك عمي؟
كتر خيرك يا ابني على كل شيء عملته. أعوذ بالله، كتر خير الله يا عم. بالعكس انا ما عملت شيء، بتمنى لو اني اقدر اقدم اكثر من هيك، لانك انت بتستاهل، وبتمنى انك تعطيني الفرصه لحتى اورجيك قديش اني حابب ساعد باي شيء. الحقيقه انت كفيت ووفيت، بس بيبقى لي طلب واحد عندك. عيوني انت بتامر. كنت اماني برقبتك يا مطر. كندا مو بس اماني برقبتي، كندا بعيوني. جاهز سيد عمار؟ ان شاء الله. يلا يا رب يلا. عم استناك بابا، منتظرينك. استناك حبيبي. شوي 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 شوي. يا حبيبتي اسمعي، انا مجرد ما خلصت شحن اللوحات رح اجي فورا. بدي اياك تكوني قويه وتطمني. اوكي انا ماكسيموم ساعه بكون عم بتقلبي. اوكي يلا باي باي باي. ايوه يلا شباب بس اللي فيه. ايوه تمام استاذ، هذول 20 لوحه، هذول منين كلهم؟ هلا بيجوا الصناديق، بيقولوا لنا عرض الدياره، حطوهم بالصناديق، حطوهم وحده وحده، انتبهوا عليهم منيح، لانه اي حركه باللوحه ممكن تتاذى. ولا يهمك استاذ شربتنا ولو؟ ماشي. يلا شباب على السريع. انا رايحه اشرب، حدا بريد يشرب؟ لا شكرا كثير خالي، شكرا. يسلموا عمين، ما بدي. ما راح يقدر يجي، ما هيك؟ بده يشحن اللوحات. الحق معه، في شيء اهم من شيء. مرحبا. وينك يا هالريبة؟ نعم. ما اتفقنا امبارح نطلع مشوار سوا؟ بلا بس. بس شو؟ أنا مخطوبة. مالي شايف خاطر الخطبة؟ لأنه أستاذ ما بحطه أنا بالتصوير، لأنه الشخصية لا مخطوبة ولا متجوزة. ما بعرف ليش عم تكذبي علي، هيك حاسس. لا، ليش لحتى أكذب؟ طيب، خطيبك ليش ما عم بيجي على التصوير؟ لأنه ما له شغل لحتى يجي. جهزوا لي المشهد. إيه تضرب على هالصباح، هذا اللي ناقص. فكر لي حاله فليني. اي لا هو فليني ولا انا جوليتا مازيني. اي حل عن سماي بقى؟ عملنا دور لفاي وما خلصنا منه. كيف لو كنت عامله دور نازي كان ملكان.
عبلة شو فايقة؟ شو دي الساعة؟ لسه بكير، كمل نومتك. شو كأنك رايحة؟ بلا. وخير إن شاء الله. لوين؟ بدي أعمل جولة. جولة؟ صار لي زمان ما مشيت بالشارع ولا شفت الناس. بدك تاخذي السيارة؟ لا، بدي روح مشي. عبلة، انت مو تبع مشي، بخاف عليك تتعبي. لا تخاف حبيبي. مثل ما بدك. ديري بالك على حالك. اشتري، قديش حقها؟ قد ما عم تعطيني بقى. طيب منيحة؟ لا لا معلش، ما بقى. انا ما عم بشحد منك. مين ها؟ عبدو. منو من هون دكتور؟ دكتور؟ بركي ابوه تعبان شوي. يلا رانيا رح نتاخر. بتعرفي رجاء؟ عم فكر فوت شوف شو في. يعني كمل لحالي؟ اي كملي. باي. مع السلامة. هلا على الابره رح ترتاح شوي، وبعد يومين ثلاثه بترتاح اكثر. لازم ناخذها نعمل لها تصوير شعاعي حتى نتاكد من وجود الديسك. معفاي ان شاء الله. الله يعافيك. ودي عمي بالكتبيه تحت قلبه الكراكيب في 500 ليره. طيب
مع فاي ان شاء الله. الله يعافيك. إذا فعلا طلع مع ديسك شو لازم نعمل؟ ممكن نضطر لعمل جراحي، أو أقل شيء بدها تضل مسطحة على ظهرها حوالي شهر. معافاي إن شاء الله. الله يعافيك. كوما؟ بدنا ندعي إنه ما تصل لهون. وش بكون يا جماعة؟ تفائلوا بالخير تجدوه، المهم إن العملية نجحت. الحمد لله. شو يا جماعة؟ طمنوني. صافي. بابا يمكن يدخل بالكوما. كندا أنا آسف، آسف. يعني ما عاد يشوفني ولا يسمعني ولا يحاكيني ولا شيء ولا شيء. كندا طولي بالك روحي، طولي بالك. عم تقولي يمكن، يعني بجوز ما يدخل بالكوما، بعدين الدكتور قال لي في أمل. أنا دكتور؟ يلي عمل العملية. ليش أنت بتعرف الدكتور اللي عمل العملية؟ طبعاً، الدكتور صادق صديقي. وحكيت معه امبارح وصيته على السيد عمر. اكيد طمنك صافي. اكيد طمني كندا. تفائلي بالخير، فكري بالشي المنيح، لازم نتفائل ان شاء الله. ما بدي دموع كندا. صافي، شحنت اللوحات؟ شحنتهم. بيان كم يوم للسفر؟ ها بعرف. يعني السفر قربت؟ رح ارجع بنفس الموعد، ما تخافي يا اخي. لا تعطي مواعيد، شو بعرفك؟ بجوز تمدد. ليش يا اخي؟ بجوز تلاقي في اقبال. ومع ذلك رح ارجع بنفس الموعد. مثل ما بتحب، بس انا ماني مسافر معك بنفس الموعد. ها ليش؟ ما انت مدير اعمالي، معقول سافر من غير مدير اعمالي؟ ولا يهمك، رح تلاقي ناس بالمطار من قبلي وهن موكلين بكل الاجراءات. هي ما خطرت على بالي. انا بالنسبه لي في اشياء مضطر اعطيها الاولويه، ولا كنت سافرت معك بنفس الطياره. الف مبروك. الله ينولك اللي ببالك. الله كريم. لا 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 لا، ألف مبروك فضول. تعال شوي. ألف مبروك يا أختي، إن شاء الله تتهني يا رب. الله يبارك فيكي. عبال عند ولادي. الله يخليني معاكي. ألف مبروك أختي. خير شحرون؟ شو في؟ أخي بكرة إذا دريت أمك هالجوازة أنا ما دخلني. أصحبت إلا أني شهدت معك منيح. أطمن. بس انت لا تجيب سيره، وبتاكد لي كمان على حموده. الله يستر. ومبروك يا عريس. قاسي كندا، ما في داعي للقلق، كثير من الحالات اللي دخلت الغيبوبه رجعت للوعي بعدين. وقديش ممكن تستمر هالحاله؟ ممكن ايام، ممكن اسابيع، ممكن شهور. شهور؟ منكون محظوظين كتير إذا الكوما ضلت عنده بحدود الأيام. وبهالحالة إيش بدنا نساوي؟ ما في غير الانتظار. وبنضل بيركين بالمستشفى؟ بالفترة الأولى طبعاً حتى يبقى تحت المراقبة، بس إذا طول السبات عنده بهالحالة من الأفضل ننقله على البيت عند أهله، بيكون أحسن. بفضل الآن سكندا تطلع من المستشفى لتغير جو. وجودها بالمستشفى على كل حال ما له معنى. بالإذن. الله معك دكتور، نحن ممنونين، شكرا كثير. أنا ما بقدر أترك أخوي، بركي فاق فجأة. الحمايك. طيب عن إذنك لحتى أشوف أنا خالي. الدكتور عم يقول انه لازم تغيري جو. برايي اذا بترجعي على المكتب تلهي حالك بهالكم مشروع اللي عم يستنوكي بكون احسن من الحاله اللي حاطه حالك فيها. عم تسمعني؟ معك حق. كندا، انا معتمد عليك كثير بالمكتب، وانا بامس الحاجه لافكارك الخلاقه. بصراحه انا عندي احساس ما حدا رح يعرف شو بدي الا انت. فعلا انا الوحيده اللي عرفاني شو بدك، مشان هيك كل مالك عم تكبر الدين لحتى تغرقني فيه قد ما بتقدر. كندا، الاستغراق بالهموم ما بيفتح لك إلا بوابة اليأس، واليأس نفق، نفق مظلم ما له مخرج. خلاص رح أرجع من بكرة على الشغل.
الوالدة عندها فتق نواة لبية بين الفقرة الرابعة والخامسة. طيب وهذا كيف بيتعالج دكتور؟ بيتعالج انه بدها تضل نايمة على ظهرها اقل شي شهر، وبدها تاخذ الدواء بانتظام. لا لا دخيلك دكتور، شو شهر وما شهر؟ انا ما بقدر، قلبي بيطاق بلا شغل، ما بقدر اقعد ولا دقيقة بلا حركة. الله يخليك يا دكتور، انا كثير منيحة، ليكني ها هلا اليوم احسن من امبارح، واكيد بكره احسن من اليوم، والحمد لله يعني ماني كثير موجوعة، حتى شوف وقفتي صارت احسن. لا يا خال ارتاحي ارتاحي يا خال، حالتك ما فيها مزح بنوب، إذا بدك تكذبي على حالك الصورة ما بتكذب أبدا. هلا من وصلتك على البيت بدك تتسطحي على ظهرك شهر وتاخدي الدواء بانتظام، يا أما لا سمح الله ممكن يصير معك شلل. شلل؟ يا أمي ما بصير تتصرفي من عندك، لازم تسمعي رأي الطبيب. لك ابني منين بدنا نعيش؟ مثل ما أنا عايش الناس. امبارح أنا عم بتمشى بالشوارع لفت نظري الأطفال اللي بيخترعوا مهن وبيشتغلوا فيها. بيخترعوا مهن؟ مثل شو يعني؟ يعني بيمسحوا شبابيك السيارات، بيبيعوا مسكة وخبز وهيك شيء. بس هذا المشهد اعتيادي كثير بالنسبة لك، أنت شخصياً مرر عليك كثير، ودائماً كان شعورك بالنسبة له تقولي لي يا حرام يا حرام، يعني شعور شفقة، ما هيك؟ بس ما هذا اللي لفت انتباهي. لكان شو؟ مثل ما قلت، نحن دائماً بنشفق عليهم. نقول يا حرام، ونحكي عن الطفولة المسروقة وعدم إحساسهم بالأمان، ومننسى أهم شغلة. شو هي؟ إحساسهم بالكرامة. كرامة؟ مين سائل عن الكرامة؟ كله بده يلقط رزقه. يا عبلة هدول الناس بيتعلموا مع رضاعة كيف يدبروا حالهم. أنا اللي شفته ولمسته ما هيك. يا عبلة انت دائما مشاعرك بتطغى عليكي وبتشوف الامور من زاويه قلبك الحنون وبس. كلامك مزبوط بالحالات العاديه، بس الطفل اللي شفته امبارح كان استثنائي. بحياتي ما رح انسى نظره عيونه، نظره مليانه كبرياء ونقمه. يمكن حس اني وجهت له اهانه، عشان هيك كان رده عنيف، اعنف من اي نقد واجهته بحياتي. يعني الحملة الإعلامية اللي تعرضت لها بكفة ورميه للمسكة بكل كبرياء الدنيا بكفة. هيك بكل كبرياء الدنيا؟ الظاهر أنت ما رضيتي تشتري منه مسكة، ما هيك؟ اشتريت بس ما أخذتها. يمكن حس إني عم بتصدق عليه أو إني قرفت من إيده؟ لأنه إيده وسخة كتير طبعاً. بس أحلى إيد شفتها بحياتي. رجعنا للقلب الحنون. يا عبلة هدول اللي شفتيهم مو أطفال، هذا اللي شفتيه عدة الشغل، عدة النصب. هدول الناس بياخدوك على البحر وبيرجعوك عطشانة. بدي دور عليه، لازم لاقي. على مهلك أمي، على مهلك. آخ يا أمي، يسلموا دياتك يا أمي، لك إن شاء الله بتقبر قلبي شو حلو. المهم تديري بالك على صحتك امي. اخ يا امي اخ. شوي شوي. اخ يا حبيب قلبي والله كنت ظالمتك. سامحني يا امي سامحني. امي مو وقت البكي هلا. حلين عمو. يعطيكي العافية. الله يعافيك. اختي ام وديع هون. ايه هون تفضل. دقاتك ساعديني. ايه على عيونك. يلا. يلا يلا بسم الله. هاي ملعه هو صحيره. صحاك يا وديع. امي انت مالك قدره على الشغل، الدكتور قال لازم ترتاحي، لازم تقتنعي انك مريضه بقى. صحاك صحاك تجيب سيره قدام حدا اني مريضه، فهمت؟ ما بدك يعني تجيب سيره قدام حدا انك مريضه. يسلموا ايديك يا فتحي. الله يسلمك يا اختي ام وديع. زكاتي اقول لك لا تاخري لنا في هون. تكلم عينك بكره الصبح بيكونوا جاهزين. بنقول ان شاء الله. بتوصي شيء اختي؟ سلامتك. سلام عليكم، يعطيك العافيه يا بنتي. الله يعافيك عمو. لك امي انت شو عملتي؟ ناويه تروحي حالك؟ لك امي انت شو بدك؟ انا بدبرهم بعرفتي، لا تخاف.